في فيديو النهاردة هنشوف أجمل ضربات الجزاء على طريقة الأسطورة بانيكا، لكن قبل ما نبدأ الفيديو أرجع دعمونا بلايك واشتراك في القناة وقول رأيك في تعليق. يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ أول حاجة معانا النهاردة من ليونيل ميسي. ده كان الهدف 700 ليه. المباراة دي كانت ضد اتلتيكو مدريد، هو على طريقة بانيكا جميلة جدا. وده جويرو، ده كان في شالكا، ده في 2019. ده ايكاردي، ده كان ضد نابولي، ده كان في الدقيقة الأخيرة في دوري 2015. ده هازارد ضد المان سيتي، ده كان نهائي الكاس 2019. ده هنري كانت في نيوكاسل دي في البريميرشيب 2003. ده راموس، ده كان المباراة دي كانت ضد البرتغال في السيمي فاينال اليورو 2012. ده باركلي في دوري 2016 بريمير ليج، كان ضد نيوكاسل. وده موسى ديمبلي، كان بريمير ليج ده 2018 على ما اعتقد، كان سكوتشي ده في الدوري الاسكتلندي. ده طبعا ابريموفيتش في ليون لا ليغا في 2013. سانشيز كان ضد الأرجنتين في نهائي الكوبا أمريكا 2015. ده سواريز، طبعا المباراة دي كانت ضد المكسيك 2018 في كوبا أمريكا. ده ليونيل ميسي، كان تشامبيونز ليج ثم النهائي 2019، كانت ضد ليون. ده ميسي برضو كان جابها في فياريال في الدوري في 2017. ده طبعا سواريز في ريال مدريد في السيمي فاينال في الكوبا ديريه في 2019. كأس الملك، ده زين الدين زيدان طبعا في نهائي كأس العالم 2006 ضد إيطاليا، اتعدت الخط بعجوبة، كان اطرد فيها المباراة دي زيدان طبعا، كلنا فاكرين أكيد. وده هازار ضد نيوكاسل في البريمير ليج في 2017 على ما أعتقد. ده بيرلو ضد إنجلترا كوارتر فاينل في اليورو 2012. ده ديمبيسيل، كان دورة الصداقة 2015 دي. وده ميسي في ختافي في الدوري الاسباني 2015. ده نيمار لما كان بيلعب في برشلونة، كان جابها في فياريال دي قبل ما يمشي في 2016. ده جون ستونز كان ضد اليوفي في 2013. ساكرا في الانتر في السيريا في 2010. ده طبعا توتي في السيمي فاينال في اليورو 2000 كانت ضد هولندا، حط
حطها من فوق فاندر سار على طول. عالمي ده طبعا عموري، كان ضد اليابان في اسيا 2015. دي اخر حاجه معانا النهارده.